تحياتي لكل متابعي الحياه فام، سعيد جدا بلقائكم في هذا الحوار الجديد من برنامج الانترفيو، وين كل مره نستقبل ضيوف مميزين من مجالات مختلفه. ضيفتنا بالنسبه لليوم على قدر كبير من الثقافه والجمال، هي روائيه وكاتبه فيلسوفه واستاذه جامعيه. سعيد جدا وبكل حب باستقبال الدكتوره ام الزين بن شيخ. اهلا بك. مرحبا بيك ومرحبا بيكم في اذاعه الحياه، ويعطيكم الصحه على الفكره الجميله هذه انكم تشتغلوا من المحلي يعني من القيروان، والنهوض بالمناطق الداخليه هو مطلب اعلامي كبير جدا وعادل جدا، وبرافو وكل الدعم والتشجيع. مرحبا بيك استاذه. بما أنك نسوية وكتبت عن الفلسفة النسائية، خلينا ننطلق من خلال القضايا اللي تهم المرأة. هل يمكن اعتبار بأن تونس مقارنة بالدول العربية الأخرى هي الأكثر نضج قبيلية لإرساء المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة في قدم السنوات؟ نعم طبعا، بالنسبة إلى الوطن العربي بشكل عام، تونس تبقى في قضايا المرأة الأكثر تقدم على الأقل دستوريا وقانونيا ومن حيث التشريعات العامة بشكل عام. لكن على الواقع المرأة في تونس لا تزال تعاني من كل أشكال الحيف في المساواة، تعلق الأمر بالمساواة في الميراث أو بالمساواة في الحقوق الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية بشكل عام. يعني المرأة على أرض الواقع في تونس لا تزال تعاني، رغم أن التشريعات في تونس هي متقدمة أكثر من الوطن العربي، من كل الدول العربية والمغربية الأخرى. لكن ما هو ردك على البعض ممن يقول بأن النص القرآني واضح وغير قابل للتأويل في مسألة الميراث؟ لا أعتبر أن النص القرآني يمكن أن يكون يعني تأويل ثابت، بل هو يستجيب لكل أشكال ربما التأويل والتحديث، ويمكن أن يتسع إلى تأويل في اتجاه المساواة وفي اتجاه معاصرة قضايا المرأة. لكن من جهة أخرى، هذا من جهة التأويل القرآني، لكن من جهة أخرى أنا أعتبر أننا في دولة مدنية، وينبغي أن ندافع على تشريعات الدولة المدنية، ويبقى القرآن في قداسته وفي مكانه، ويبقى مجال للمعتقدات ولكل أشكال العلاقة مع الله. لكنه لا أراه يتدخل بشكل معناها مباشر مع ما ينبغي أن يحدث تحت راية الدولة المدنية. ممتاز. في سبتمبر 2021 تونس كانت أول دولة عربية تعين امرأة كرئيسة حكومة. هل تعتبر بأن هذا دليل على وعي وقبول التوانسة بأن النساء يتحصلوا على مراكز مهمة في الشأن العام، أم هذا داخل في اللعبة السياسية؟ داخل في اللعبة السياسية، يعني حتى معناها وصول المرأة دائما في تونس وصلت إلى مراتب كبرى، والمرأة نجحت في المجال الإبداعي في كل المجالات الرمزية، في الطب، في علم الفلك، نالت جوائز ووصلت إلى العالمية. فأن تكون امرأة على رأس حكومة هذا لا يعد مكسب كبير جدا في الحقيقة، هو شكلا يعد مكسب كبير، لكن ما يحدث اليوم في تونس تحت راية هذا الشعار يعد داخل اللعبة السياسية. واضح. في الفترة الأخيرة تونس شهدت تفشي ظاهرة قتل النساء، كيف يمكن أن نحرر أجساد النساء من العنف المسلط عليه؟ نحتاج إلى عمل ثقافي طويل النفس وطويل الأمد، ربما نحن لن ندركه ذاك الوقت. يعني المجتمع في تونس وفي المخيال العالمي في الحقيقة، وهذا ليس خاصا بالثقافة الإسلامية، رد بالك، لأنه الكثيرون يركنون الثقافة الإسلامية في ركن التخلف، ويتصورون أن الثقافة الإسلامية هي أكثر أنواع الثقافات تخلف في خصوص المرأة. أنا أقول لك أن المرأة اليهودية تعتبر في المخيال اليهودي شيء إنشاس سافا، احنا نعتبروها حرمة، هم يعتبروها شيء مثلا. لكن هذا لا يبرر بأي شكل اعتبار المرأة في مرتبة دونية بأي شكل. فقط كل ديانات التوحيد يعني استغلت المرأة واعتبرتها في مرتبة أقل من الرجل بدرجات المسيحية واليهودية. الإسلام إذا كان باش نقارنه بالنسبة للعصور القديمة، يعني العصور الوسيطة، يعتبر الإسلام أكثر الديانات ثورية
بالنسبة إلى قضية المرأة، وهذا لا يعتبر ولا تبريرا ولا معناها تبريرا لما يحدث حتى تحت راية الإسلام، لأننا اليوم تجاوزنا منطق المرأة الحريم وتجاوزنا منطق المرتبة الدنيا للمرأة. حقوق الإنسان منذ الثورة الفرنسية يعني القرن 18 معناها وخاصة أبارتير من القرن 19 تحديدا يقع الاعتراف بالمرأة كمواطنة ولها كل الحقوق السياسية. فمضحك جدا في أي مكان من العالم تعلق الأمر بمكان داخل الثقافة الإسلامية أو بمكان داخل الثقافة العالمية أن تعتبر المرأة أقل من رجل. المساواة بين النساء والرجال هو حق عالمي، حق إنساني كوني، ينبغي على كل دولة أو على كل مجتمع أن يخجل حينما يعامل المرأة في مرتبة دنيا، يخجل أمام الضمير الكبير للإنسانية. وثم عمل ثقافي كبير برشا، ثقافي مش معناها ثقافي مش معناها علمي ومعرفي بالطريقة الجامعية، مش درس وراء، معناها هي تربية، تربية على ثقافة المساواة، وتربية على احترام حقوق المرأة، وتربية على احترام حقوق الإنسان. ثقافة لا تحترم حقوق المرأة هي ما دون مرتبة الإنسان كلها. لماذا؟ لأن المرأة هي الجزء الكبير أو الجزء الأكبر، إن لم نقل حتى إحصائيا اليوم، إحصائيا تجد في الكثير من المجتمعات عدد الإناث أكثر من عدد الذكور، هذا في علماء الاجتماع يقولون هذا الكلام. يعني وليست هذه هي القضية فقط، القضية هو أنك حينما لا تحترم المرأة في كيانها كبشر مماثل للرجل، فأنت لا تحترم الإنسان الذي فيك، وأنت لا تحترم أمك ولا تحترم أختك ولا تحترم حبيبتك ولا تحترم زوجتك. فجريمة، ينبغي نقول أنه جريمة أن لا تمنح المرأة حقوقها كاملة في شكل المساواة التامة بين الجنسين. في أحد حواراتك كنت قلت بأنه المجتمع فقد قيم الحب والتضامن، نجم نعتبر أنه فقدان الحب للمجتمع أدى إلى تفشي ظواهر العنف؟ أنا أعتبر أن العالم الذي نعيش فيه اليوم ليس لأننا مسلمين نرجع، بل لأن الثقافة المعولمة المونديالزيشن، الثقافة المعولمة التي حولت كل العلاقات وحولت كل العالم إلى سوق من السلع، يعني أصبحت الثقافة الاستهلاكية هي التي تطبع القيم، وهي التي تتدخل في علاقاتنا بين بعضنا، كل شيء سلعة وكل شيء مصلحة، والمهم نمو رأس المال والمهم الفلوس، هذا الكل. قيم رأس المال هي اللي فقرت العالم من قيم الحب ومن قيم التضامن بين البشر، ونشرت بينهم الأنانية والضغينة والكراهية. النتيجة هو العنف بأشكاله، عنف ضد المرأة، للنساء، احنا عشناها في تونس بأشكال مؤلمة جدا، والعنف بأشكاله لا يمكن إلا أن نقاومه بكل الأشكال. خلينا ننتقل توا إلى عالم الدراما. شخصية كوشمار واللي هو بطل روايتك طفيل من الحلوى أصبح بطل سينمائي ويريناه سنة في مسلسل جبل الأحمر للمخرج ربيع التكالي. نعم، ويمثل فيه شلي العرفاوي اللي نحبه برشا ونحترمه برشا، هو ممثل قدير. وهذا الجبل الأحمر في الحقيقة هو معناها دراما تنتصر للمهمشين، تنتصر للجهة المظلمة من تونس اللي هو الجبل الأحمر، تعطي الميكرو لجماعة الجبل الأحمر وتقول الناس هذوما راهم أحياء، راهم عايشين، راهم توانسة. معناها شجاعة كبرى أن يقع، لأنه الدراما عادة ما تصور من جهة المترفين. شوف أنت مثلا متاع سامي الفهري ذيك المسلسل متاع رمضان، شنو اسمه ذكرني، لا أتذكر الاسم، لا اللي فيه التلام ذا ذمكم اللي جاي وتلام ذا وفيه الدراغ وفيه الفلوج، مسلسل الفلوجة متاع رمضان اللي تراه معناها صحيح هو زادا يخزر من جهة الفساد والمتفشي في المجتمع بين التلام ذا اللي يختير برشا اللي هو المخدرات وما إلى ذلك، لكنه لا يرسل سمها أو لا يصورها أو لا يقترحها علينا من أجل أن نحاربها ربما، بل يقترح علينا تصور مزين يزينها كما لو أنه يزين هذه الأشكال من الفساد. هذا مرعب جدا، يعني تشوف أنت تلام ذا محلاها لابسين بالقديهك عندها قيمة، راهو كيف أنت تقدم الشخصيات التي هي تقدمها من أجل الرسائل الاجتماعية
نحن لم نرى الرسالة الاجتماعية، والكثير من تلامذتنا راهم دي موديل. الناس هذوكم لابسة بالقدي وقد شعرها مشبشب والمكياج والاستيتيك راهم تلامذة في سن مراهقة، اقترحهم كما لو كانوا نماذج، يعني النتيجة كانت عكسية تماما. في حين أن جبل الأحمر ينتصر للمهمشين، للمفقرين، للمجوعين، لأولئك الذين أهملتهم الدولة طيلة سنين طويلة من الزمان. وهذا في الحقيقة مؤلم جدا وقبيح جدا، ولا نملك إلا أن نحيي أبطال هذه الدراما التونسية جبل الأحمر، ويعطيهم الصحة. خذوا اسم كوشمار اللي نجموا ياخذوه، بيسير نحن نكتب من أجل أن يلتقط الناس ما نكتبه. كوشمار هو شخصية رئيسية في روايتي لن تجن وحيدا هذا اليوم، لأن شخصياتي يعودوا يعيشوا في روايتي. أنا أستعمل دائما نفس الشخصيات، حتى في روايتي الرابعة أنا ألتقط شخصياتي من روايتي الأولى لكن أعطيها قصص جديدة وحكاية جديدة. كوشمار هو بطل من أبطال روايتي. لا أعرف إن كان يعرف السيد ربيع التكالي، لم أتحدث معه وسأتحدث معه، حتى وإن كان سمى كوشمار فهذا الواقع الذي نحن فيه تحول إلى كوشمار. صديقي بعضهم اقترح علي أن أسمي الرواية الثالثة اللي هي طوفان من الحلوى، قال لي علاش ما سميتهاش كوشمار؟ دونك نو سوم دون ان كوشمار. به خلينا نزيد نقدمه في الحوار ونلقاو حسب اخر سبر الاراء اللي قامت بها شركه اميريت كونسلتينغ سنه 2018 حول نسب قراءه الكتب في تونس، نلقاو بانه اكثر من 85% من التونسيين ما قراوش كتاب. اليوم انت كفيلسوفه واستاذه جامعيه، حسب رايك ما هو سبب عزوف التونسيين عن القراءه؟ هذا هو سبب العنف وسبب تفقير المجتمع التونسي من جمله من القيم، وسبب التدهور ايضا الايتيقي والمعرفي ايضا في تونس. يعني ان القسم فقد صلاحياته، يعني الدرس في الجامعه او في التعليم الثانوي وفي المدرسه بشكل عام، المدرسة تعاني من هشاشة قصوى. تعلق الأمر بطبيعة القيم الجديدة هذه الاستهلاكية متاع الكمبيوتر ومتاع التليفون ومتاع ألعاب الفيديو وكل هذا الكلام، وهذا عالمي في الحقيقة، مش تونسي، عالمي وخطير جدا. أو تعلق الأمر أننا ليس لدينا الأرضية السياسية والإرادة السياسية التي تشجع على ثقافة الكتاب. تم ابتذال الثقافة، ميزانية وزارة الثقافة دي مصفر فاصل. عايش ولدي لما معناها اختفت المكتبات واختفت قاعات المطالعة، وجاء في بلاصتها معناها قاعات الانترنت وبيعان الجو فيديو واللي تحب. معناها هو نسق كامل، ونسق لن ينتج عنه إلا هذا الوجه المفقر والقبيح والذي نتألم منه جدا. ينبغي الدفاع عن ثقافة قراءة الكتاب مرة أخرى. في الوقت الحالي تونس والعالم ككل، وانت كنت حكيت تقريبا عن الموضوع هذا في برنامجك في الإذاعة التونسية، تونس والعالم ككل قاعد يعيش في عديد المشاكل الإيكولوجية، حسب رأيك ما هي مسؤولية الفلسفة أمام تحديات الإيكولوجية المعاصرة؟ ثم فلسفة كاملة، هي اليوم فلسفة كاملة في العالم، ويمكن دائما أن نستفيد من الفلسفة العالمية، نحن ننتمي إلى العالم. وهذه الفلسفة تسمى الفلسفة الإيكولوجية، نلقاها معنا عند الكثير من الفلاسفة، منهم فيلسوف كبير فرنساوي اسمه فيليكس غاتاري، وثم أيضا من نسميه أيضا داخل الديكولونيالية، الفلسفة الديكولونيالية، الفلسفة الإيكولوجية الديكولونيالية، يعني كيف يمكن أن نستعيد علاقتنا بالأرض بالطبيعة، وأن نعيد مبادئ جديدة لما يسمى التنمية المستدامة في علاقة بالإيكولوجيا. هذا الفلسفة فيها قطاع كامل اليوم يدافع عن العودة إلى الأرض، أبارتين من أيدوغير، كيفاش الشعر هو يستعيد صوت العالم، كيفاش فن الرسم عند كل الرسامين أبارتين من مارلو بونتي مثلا فيلسوف الفرنسي، أن الرسام هو الذي يستعيد إشراقة العالم، والعالم كيف يولد لأول مرة في الألوان في الجبل، جبل سيزان مثلا القديسة فيكتوريا، درس كبير هو هذا. لكن الفلسفة لها علاقة كبيرة باستعادة علاقتنا بالأرض.
ممتاز. لو كان تحكي لنا على آخر إصداراتك الأدبية واللي هو كتاب الفلسفة في الفضاء العمومي. فلسفة في الفضاء العمومي هو آخر إصدارات الفلسفية وهو أكثر الكتب أنا التي أعتبرها كتاب مناضل، وهي أكثر الكتب اقترابا من القضية أو من الرسائل التي أدافع عنها، وأنه الفيلسوف عليه أن يستعيد الكلمة وأن لا يترك المكان للسياسي للإيديولوجي للإعلامي الذي يشجع علامة الابتذال، وعليه أن يستعيد كلمته. لماذا؟ من أجل نشر قيم العقل، من أجل تحرير الناس من كل أشكال السطو على عقولهم. فما الناس قاعدة تعمل لنا في لافاج سيرفو، تفك لنا في عقولاتنا، تعلق الأمر تفك لنا في عقولات أبنائنا. أنا ولدي كي يمشي يقرأ وفي غض ما يمشي يقرأ مثلا يغيب ويمشي يعمل زطلة ولا دروغ، معناها فما شكون وراء، فما لوبي، يعني الشيطان لا يسكننا، الشيطان يوجد في جملة من الأجندات الخارجية التي تأتي، فمعناها تغي ذاك الطفل أو ذاك التلميذ من أجل أن ينحرف عن طريقه الأساسي. إذن فباش نجم ربي وأبنائنا ونصنع الإنسان صناعة باهية في بلادنا وجيدة وبقيم باهية، نحن مطالبين بأن نحر العقول وربي ولادنا على الحرية، والفلسفة هي هوني من أجل أن تربي أبنائنا على أن يكون عنده شخصية يختار وحده قوي، ما يخليش يكون يأثر عليه خطر. وكيفاش ولدك يتكيف ولا ما أثروا عليه؟ لا، هو يسمع صوت العقل. تقوية صوت العقل في عقول أبنائنا راهنوا عليها باش أولادنا ما عادش نجموا خافوا عليهم جملة، خاطر أولادنا هما المجتمع نتاع المستقبل. أنت اليوم متواجدة بحذينا في مدينة القيروان، ونحن فرحانين برشا بتواجدك معنا. موجودة باش تكون موجودة في أمسية أدبية وأمسية شعرية باش تقدم فيها ديوانك الشعري. هذا الديوان أعراس الماء، وهذا ديواني الثاني في الحقيقة، الأول نشر في الجزائر واسمه اضحك أيها الدهر الشرقي سنة 2013. كنا عنا برشا أحلام في الثورة فحبينا نضحكوا شوية. هذا أعراس الماء، وهذا العنوان أعطيته له في أزمة العطش وأزمة الخوف من أنه مطر ما تجيش وكل تلك المخاوف. فجميل جدا أنه كان وجهه باهي على تونس، برشا مطر إن شاء الله تبقى ديما الدنيا مطر وتبقى خضرة هكيكة، ونتمنى لتونس أن تكون دائما أجمل. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حوارنا. استمتعت برشا بالحوار معك، شكرا لك على قبول الدعوة، شكرا لك على الحضور، خليك انت الخدام. شكرا جزيلا، وتحية كبيرة لأشقائنا وأخوتنا وأصدقائنا في القيروان. القيروان هي بالنسبة لي بلاد التاريخ، بلاد الجغرافيا، بلاد المحبة، بلاد المقروض، وبلاد الحلاوة، وكل هذا في الحقيقة لا يمكنه إلا أن يعطينا الكثير من التفاؤل، لأن البلد يولد من داخله، والمناطق الداخلية هي مستقبل تونس في الحقيقة. ممتاز. احنا هكا نكون وصلنا نهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.